أقام اتحاد النساء العموم الصيني حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى ببكين يوم أمس الاثنين للاحتفال بيوم المرأة العالمي 106، والذي يوافق 8 مارس سنويا. حضر حفل الاستقبال ما يقرب من 1000 مسؤولة رفيعة المستوى من مختلف الأوساط الصينية، إضافة لعدد من العاملات في السلك الدبلوماسي وعقيلات الدبلوماسيين لدى بكين. افتتح حفل الاستقبال في تمام الساعة 3 بعد ظهر يوم الاثنين، وحضرته نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لو يندونغ وعدد من كبار المسؤولين الصينيين، إضافة إلى نحو 1000 من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات بالصين. وقدمت رئيس اتحاد النساء لعموم الصين شن يوي يوي خلال الحفل تحياتها إلى نساء العالم، واستعرضت الإنجازات المحققة في قضية المرأة الصينية في العام الماضي. حثت النساء كافة على تضامن وتكاتف الجهود النسوية وتقديم مزيد من مساهماتها في مختلف المجالات في بلدان العالم كافة. يعتبر عام 2016 بداية هامة لإنجاز بناء المجتمع رغيد الحياة في الصين، لذا علينا أن نعمل بكل ما بوسعنا على المساهمة في تحقيق أهداف كفاحنا. إن الصين ترغب في أن نعمل مع شقيقاتنا في بلدان العالم على تسريع خطواتنا للمشاركة في بناء عالم يعم السلام والازدهار والمساواة. وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة كالأكروبات وأوبرا بكين وعروض الأزياء وغيرها من الفقرات الراعية التي حظيت بإعجاب الدبلوماسيات الأجنبيات الحاضرات واللواتي عبرن عن رغباتهن في النهوض بمكان المرأة في بلدانهن، فضلا عن عزمهن على تفعيل دور المرأة الفريد في تعزيز التبادل والتواصل بين الصين وبلدانهن. طبعا المرأة الصينية كذلك لها دور فاعل، لمسناها من خلال وجودنا في جمهورية الصين الشعبية، ودور رائد ويوجد تعاون وتبادل بين المرأة في عمان والمرأة في الصين من خلال طبعا وجودنا احنا في جمهورية الصين الشعبية، من خلال مشاركتنا في الفعاليات والمناشط الموجودة في الصين، من خلال الفعاليات التي تقيمها اتحاد عموم نساء الصين واتحاد بكين